بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم متواصل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم يا سادة المشاهدين الكرام من هنا من أرضي فدك الصورة ونقدم لكم هذا البرنامج الطارئ حول موضوع تحرير الموصل من أيدي داعش، طبعاً إحنا عنواننا هذا البرنامج سيكون عنوان هذا البرنامج إن شاء الله النصر لنا. النصر سيكون حليفنا شاء ام ابى الاخرين وبرغم تهريجاتهم وتقفيزهم وكذبهم على الملا واكاذيبهم التي ملات الافاق سينتصر الشيعة إن شاء الله تعالى وسيحررون الموصل وسترجع الموصل إن شاء الله إلى أهلها سالمة إن شاء الله وسيبقى أهل الموصل الأصيلين الأصلاء هؤلاء الذين حافظوا على أنفسهم سيبقونهم أبناء للعراق أما الذين باعوا أنفسهم وباعوا نساءهم وأعراضهم من أجل حفنة من الدواعش الأغبياء جابوا الشيشاني والأفغاني والأوروبي والباكستاني جابوهم كلهم هناك بدولتهم ناس غرباء لا يريدون لهم خيرا أبدا إلا تنفيذ أجندات أجنبية هؤلاء الذين أتوا بهؤلاء الغرباء إلى بلدهم وعاثوا بالأرض فسادا من البعثين القدامى والمشايخ الخارفين الذين لا هم لهم إلا تهديم العراق وتهميش الآخر فهؤلاء سوف يرجعون إلى مزبلة التاريخ من حيث أتوا هم مكانهم المزبلة حالهم كحال عمر بن صهاك وحالهم كحال ابو بكر لعنه الله عليه وعائشه وامثال هؤلاء الحثاله. وان شاء الله النصر حليفنا. لا زالت القوات العراقيه مدعومه من الحج الشعبي، لا زالت تتقدم وتحاصر داعش وان شاء الله لا يفر احدا منهم و... وسيتم القاء القبض عليهم اجمعين، هؤلاء الزر... الزمره الفاسده المتواجده الان في الموصل. طبعا التعاوي لا زال مستعرا بين ابناء الفرقه البكريه يبكون الموصل الموصل الشيعة سوف ينتقمون من اهلنا في الموصل وسيقول سننتقم من ابناء يزيد بالتاكيد راح ننتقم من ابناء يزيد تعال يعني انا اقول لك يا بكل فخر انت من ابناء يزيد لعنه الله عليك وعلى يزيد ان كنت من ابناء يزيد ومتبعا لسيره يزيد بن معاويه لعنه الله عليه وعلى ابيه معاويه يعني شنو اتجاه تفتخر بانه انت من ابناء يزيد؟ ابناء يزيد ما الذي فعله يزيد بالامه الاسلاميه؟ ثلاث وقائع وهذه متفق عليها من قبل المؤرخين، واقعه الحره وايضا تهديم الكعبه في زمانه والواقع الاعظم هو قتل الحسين عليه السلام في زمن يزيد، وكل هذا جرى بامر من يزيد ابن معاويه نفسه. يعني قتل سبط رسول الله صلى الله عليه واله هذه الجريمة الشنعاء يعني احنا ما راح نتكلم بها لأنه ملأت الآفاق والناس كلها تعرف بها أما واقعة الحرة فقد قتل من قتل مئات الأشخاص قتلوا في المدينة المنورة واغتصبت النساء واستبيحت الأعراض في المدينة المنورة من قبل أتباع يزيد من قبل أبناء يزيد من قبل شرذمة يزيد حتى وصل الأمر بأنه يعني أي واحد يتزوج ما يضمن بأنه باكر وقد حبلت النساء في ذلك الزمن وولدت ب 500 طفل ابن زنا ما يقارب يعني ما في بالي في واقعة الحارة هذا جيش يزيد بن معاوية أما حسين بن النمير لعنة الله عليه هذا من أتباع يزيد حاصر مكة المكرمة من أجل عبد الله بن الزبير من أجل القبض عليه هذا سوى نفسه خليفة وسمى نفسه خليفة في مكة المكرمة وقصف الكعبة بالمنجنيق وقصفها بالمنجنيق واحترقت استار الكعبه وهدم اجزاء من الكعبه فان كنتم ابناء لهؤلاء وابنا ليزيد فلعنه الله عليكم وعلى يزيد. والله نحن نريد ان ننتقم من ابناء يزيد واقولها بكل صراحه من اليزيديين الذين اتباع يزيد ابن معاويه ولا اقصد اتباع الديانه الايزديه من من هؤلاء اتباع يزيد بن معاويه من هؤلاء اليزيدين سننتقم منهم لانهم لا يريدون للاسلام خيرا ولا بالمسلمين خيرا. هؤلاء المجرمين. زين انتم قاعدين تباشون واحنا راح نتدخل واحنا راح نطب واحنا ما نقبل، تالي اردوغان ايش قد صرح تصريحات فاسده وقال احنا راح نطب وراح نسوي وراح نسوي، تالي الحمد لله والشكر رجع كيده الى نحره، عندنا فيديو لاردوغان قبل ايام طلع ويصرح تصريحات بائسه، خلينا نشوف هذا الفيديو ونعلق عليه ان شاء الله تعالى. حكومه العراق او بالاحرى الجانب الشيعي منها بدا يحول الامر الى عداوه علنيه مع تركيا ونعرف من الذي يقف خلف هذا الموقف ومن الذي يشجعهم على ذلك. هذه الحكومه تظهر موقفا فظا تجاه تركيا في حين لا تستطيع اظهار الموقف نفسه تجاه داعش او حزب العمال الكردستاني اللذين يحتلان اجزاء من الاراضي العراقيه بدلا من استعراض العضلات امامنا قوموا بذلك ضد داعش وحزب العمال الكردستاني مثلما لم نسمح باقامه شريط ارهابي على طول حدودنا في شمال سوريا لن نسمح ايضا بحدوث صراع طائفي مركزه الموصل لدينا مئات الكيلومترات من الحدود مع سوريا والعراق ونستضيف ثلاثه ملايين لاجئ من هاتين الدولتين حاليا ونقدم لهم كل شيء لذا لا نريد عبئا جديدا ياتينا من الموصل هو يدعي بانه يخافون من انه راح تصير ازمه لاجئين وراح هذول اللاجئين يتجهون الى تركيا وراح تصير مشاكل بسبب هؤلاء اللاجئين الذين يتجهون الى تركيا طبعا هو بسبب مدك للارهابيين وسبب وبسبب شرائكم للنفط من هؤلاء الارهابيين كان هذول الارهابيين ما يستمرون ما كانوا يعيشون انت جاي تخاف من ازمه لاجئين هذول اللاجئين اللي تخايف عليهم لو كنت قاطع الامدادات عن هؤلاء الارهابيين المتواجدين في مدينه الموصل ما كان يصير عندكم ازمه لاجئين هاي نقطه يا اردوغان تعرفها لازم تعرفها وطبعا انت كشخص يا اردوغان عليك ان تعي بانه انت سوف يلعنك التاريخ كما لعن اجدادك من هؤلاء العثمانيين الفجره الذين تحكموا بالبلاد والعباد وافسدوا ما افسدوا في المجتمعات البشرية بس كانوا هدفهم يروحون يغزون حتى يجيبون النساء ويجيبون يسرقون أطفال الغير ويسوون بالجيش الانكشاري فأنت يا أردوغان تكون واعي لما تقول واعرف ما تقول أنت تسوي تسوي حرب طائفية إحنا ما عندنا حرب طائفية إحنا مو طائفيين مثل ما تزعمون أنتم لا إحنا مو طائفين أبداً احنا نجي نقول نحكي حكينا واحنا نريد نحارب هؤلاء الذين هم يحاربوننا وانتم الذين من اثار النزعات الطائفيه واثار النبره الطائفيه وقمتم تحكون الشيعه والشيعه والشيعه يحكمون والاذان الشيعي وهذه تفرق احنا سنين ونعيش تحت وطاه الاقليه البكريه المتواجده في العراق والاذان البكري والمنهاج البكري مفروض علينا وما حد حكى شيء لا قال طائفيه ولا محزنون حتى هؤلاء الشيعة المتواجدين في المنطقه الشرقيه مثلا او في البحرين الكبرى منهاج بكري واذان بكري كله من قبل الزمره البكريه مفروض عليهم ما لا يقولون لا طائفيه ولا مهمشين ولا الى اخر من هالامور احنا مو طائفين انتم الطائفين وانتم هدفكم تهميش الاخر فانت يا اردوغان ويا جماعه اردوغان لا تظلون تطبلون اه على هذا الوتر الطائفي وترحون تبكون لهاي الدول وذيك الدول تروحون لآل سعود وتبوسون أحذيتهم وترحون ما أعرف إلى دول الخليج وتتجهون إلى ما أعرف وين منا ومنا تتجهون وذول المد الطائفي وذول الشيعة وراح يشيعون بلداننا يا أخي شنو نسوي لكم إذا تدينكم هش, هش وما عندكم حجة وبرهان حتى تناقشونه شنو نسوي لكم شنو نسوي لكم قوموا روحوا جيبوا شبابكم علموهم شلون يردون علينا بالدليل والمنطق والبرهان مو بالترهات جيبوا شبابكم علموهم راح يبشرون شو احنا ماكو ولا يهمنا تعالوا يا با جيبوا كتبكم وجيبوا اموركم ما أنا قلت كم مره همتين بالحلقات الماضيه قلت بانه احنا اصلا كتبكم عادي جدا تباع وتشترى وتدرس اصلا وتدرس في محافلنا العلميه حتى كتب ألد أعداء الشيعة مثل هذا بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب كتبة تدرس عند المحافل الشيعة تعال ندرسها ونقراها وتعال شوف شنو بها موجود حتى نعرف شلون نرد عليها انتم ما عندكم هذا الشيء بالمقابل لأنكم جبناء وهشيشي الفكر ليش تخافون لماذا هذا الخوف زين انت خايف من الشيعة بأنه يأتون ويشيعون مدينة الموصل التشيع دا يمتد بكل مكان بالعالم كلهم ده يبشون من المد الشيعة شو نسوي لكم شو نسوي لكم؟ يعني قبل كم يوم طلعت تقرير خبري من شبكه فدك الاخباريه، طلع تقرير خبري البكريين المتواجدين في تونس يتبع كون من المد الشيعي، شو نسوي لكم؟ شو نسوي لكم؟ انا شو اسوي لك؟ يعني ناس تقتنع بالتشيع، شو نسوي لهم يعني؟ وأيضاً دا يطرح فكرة عندي سلعة دا أقول يا أبا أهل البيت لدينا هؤلاء اللي يجب علينا أن نتبعهم هؤلاء المصدر الرئيسي وهؤلاء هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله الحقيقيين وهم الذين يمثلون رسول الله صلى الله عليه وآله أما عائشة وأبو بكر وعمر وعثمان وهذه الزبالة هذول مو يمثلون رسول الله صلى الله عليه وآله وذول جابوا الخرافات والخزعبلات دخلوها بالدين الإسلامي والإسرائيليات وجابوا كعب الأحبار اليهودي خلوه يجي يحكي بكيفه فالشباب والناس الواعين إن كانوا شيبة أو شبابا أو أيا كان هؤلاء الرجال والنساء الذين يتشيعون بعد يشوفون هاي الواقع وهاي الحقيقة فيتشيعون شو أسوي لهم يعني يعني شنو الحل أنت تشوفه لا تحشون لا تقولون شنو ما يصير هذا الشيء إحنا بغير زمن إحنا إحنا بزمن ثورة الاتصالات والمعلومات ثورة الاتصالات والمعلومات زمن عصر السرعة انتهى طبعا عصر السرعة انتهى ذا قبل 20-30 سنة كان عصر السرعة هسه الزمن ثورة الاتصالات والمعلومات، كتبنا متواجدة على الانترنت، افكارنا متواجدة على الانترنت، وتاريخنا متواجد على الانترنت والناس تطلع عليه، انتم تظلون تشذبون 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 تشذبون، بعد الناس تشوفها كلها اكاذيبكم هذا الكم الهائل من الاكاذيب في مرحلة معينة راح تتوقف. فمثل ما قلت لكم المشايخ البكرية قاموا يتباشون ويصيحون الحقونا والمد الشيعي وصل لنا وصاروا رافضة ويشتمون ابو بكر وعمر علانية. زين يعني ما ادري بعد هو التو... يا اما يجب عليكم ان تتجاوبوا معنا وتقبلون الواقع، تقبلون الواقع. هسه احنا نريد نبشر بالتشييع أنت تخاف من التشييع؟ يعني شوف سعدنا مثل هذا اثيل النجيفي قاعد يحكي انا ما اقبل الحج الشعبي كلهم يقولون ما نقبل الحج الشعبي، ليش؟ اول شيء قالوا؟ قالوا احنا نخاف بانه يجون يبشرون بالتشييع. زين هسه لو فرضنا جدلا يا جايين طبوني وزعون كتب شيعيه يقول لكم يا بشوفوا طلع على المذهب الشيعي زين اذا طلع على المذهب الشيعي ايش راح يصير يعني شنو خير خيرا يعني خيرا ايش راح يصير يعني واذا خليه يطلع يوسع معلوماته انا آه لما كنت طفل كنت شنط اروح اجيب كتب لأديان مختلفة أطلع على الديانة النصرانية الديانة البوذية الديانة اليهودية الديانة الهندوسية أجي أطلع أقرأ كتبهم وأفكارهم وأطلع على مبتنياتهم الفكرية وماذا يعبدون وماذا يقولون فضول عندي كان فضول في ذلك الحين ولد أطلع أبدا أزود معرفتي زين ما بيها شيء ما حد لا أبوي منعني ولا إخواني منعوني ولا جان لزمني فتشيخ قال لي اياك ان تطلع على هذه الكتب حتى ما راسلت في ذلك الحين آه المبشرين النصرانيين تعدزوا الكتب نصرانية وعند الانجيل في كتابي واطلع عليه واشوف شو ما فد مره خفت ولا واحد اجى منعني حتى كتب الشيوعيين هم كنا نقرأين ونشوف اطلاعاتهم وكتب الملحدين شوف شنو هذول عندهم خلينا نشوف انا دائما اقول احنا هي حياه واحده حياة واحدة واحد يشوفها مرة واحدة فإذا متت لازم يعني أكون على حقي يعني على بينة من أمري فلازم واحد يطلع على جميع الأفكار لربما فكرتي على خطأ فحتى صحيح فكرتي فهذا دائما يعني أنا أخلي هذه المسألة في بالي ولهذا السبب أنا أتبع التشيع والإسلام الحقيقي لأنه الدين الوحيد في العالم يأمر أتباعه بالإطلاع على الديان الأخرى اثير النجافي جاي شي يقول يقول احنا خايفين من المد الشيعي احنا نخاف من يطبون الحج الشعب الموصل يا ليش خايفين احنا نخاف من ال... بانه ينشرون التشيع شوفوا هذا الفيديو شوفوا المذيع شلون كان يجاوبه نشاهد سويه فيها مفهوم مختلف وهي مفهوم نشر المذهب او نشر التشيع وبالتالي قد تصطدم مع شيء لدينا نحن او يعني نقول تصطدم بمجتمعنا السني يعني تو هذا آه اللي خايفين منه بين استاذ اثيل هذا اللي خايفين منه لانه انا است... يعني استشعرت بكلامك خبر خلينا تحدثت عن منظمه بدر وكذلك الآخر يعني الاخرين فيما يخص العصاب والكتاب وهذه التشكيلات في داخل حزب قلت بانه هذه جهاد دينيه ونحن لا نثق منها ما تقبيها وتخاف منها على انه تخاف تنشر التشيع ولا تصير لا تصير شيء بس خلي يحررك من داعش أنا... خلي يخلصك من القوقاز من الشيشاني ما انتم قاعد تروحون للسعوديه وعندكم تحالف وياها وقاعد يجون انتحاريين سعوديين بينك ما بين الله مره ثالثه اعيدها من بعد 2003 الى اليوم اجانا انتحاري ايراني والله انا اعتقد ان طريق الانتحاريين يجون من ايران يا رب مو من السعوديه اعتقد حتى حتى الافغان دي يجون من ايران ويجون علينا والسيارات وسيارات, وسيارات التويوتا المعنونه باوراق وبارقام سيارات سعوديه هاي شلون يغيروها بالحدود على ايران؟ على 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 كل حال اخي نحن اذا أن ندخل الى هذا النقاش بالتاكيد يعني انا واثق انه كدول لا تدعم مثل هذا الموضوع، يعني أه. لا يمكن لاحد ان يدعي بانه الدوله السعوديه تدعم داعش وهي داعش تهدد السعوديه اساسا. أه. 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 هذا الكلام يعني غير منطقي. أه. الدوله السعوديه كدوله او الامارات او تركيا دول بالعالم هي محترمة بس ألمانيا مو العراق مو العراق ولا إيران ألمانيا وفرنسا يعني, يعني موقف رسمي من ألمانيا على أنه أكو دعم للإرهاب من المملكة السعودية هذا مو عربي ولا واحد شيء عندنا شبيه يعني هذا موقف يعني عالمي يعني خلي أسألك هذه ال... الاسطوانه المشخوطه مالتهم ذول البكريين ودعاتهم هذا في النجيفي هو اخو اللي اول ناس شردوا وعافوا الموصل وبداوا يصرحون تصريحاتهم وطبعا هي عائله النجيفي اللي معروفه بخيانتها العراق وهو اللي هم طالبوا عائلتهم بضم الموصل الى تركيا فيقول احنا نخاف من نشر التشيع لان التشيع يصطدم مع مجتمعنا بين قوسين يقول السني زين اللي هو البكري نشر التشيع يصطدم والله يعني خب يصطدم شو اسوي لك يعني هذا اللي مثل ما قال المذيع يعني هذا الخايف منه بانه ينشرون التشيع لا تصير مثل ما هو قال يعني المذيع خوش حكايه قال لا تصير جابريك احنا جارد ننشر التشيع ما لا جابرين لا اكراه في الدين قد تبين رشدهم الغي احنا دائما هذه عبارتنا لا اكراه في الدين البكري ان كان جارك فعليك بالاحسان اليه ما لم يخرب لما لم يكن رمزا من رموز الفساد عرفت شلون جارك والله جاري احسن إليه، ويا بطب عليه وازوره هذه امتنا امروا بهذا الامر زوروهم وشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم كله سووا هذه الامور قاعد ينصحون اهل البيت امه اهل البيت فاحنا ما عندنا مشكله المشكله بيك انت المشكله بيك خل اذكر لك حقيقه من حقائق التاريخ يا اثيل النجيفي طبعا مره اذكر بانه احد السلاطين الصفويين جاءوا إلى بغداد وقال لأحد المختارين طبعا أنا ما ذكر قرأته في كتاب لعلي الوردي وهو لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث يقول في هذا الكتاب ما ذكر بس ذكر يعني مضمون القصة فجاء هذا السلطان الصفوي الإيراني قال أريدك تجيب لي ليست تكتب أسماء الشيعة المتواجدين في منطقتك تكتب لي ورقة أسماء الشيعة فهذا كتب حتى البكرين بينهم شيء على خاف قال هذول جوارينا هذولا بكريين وذولا اخاف يقتلهم يسوون بهم فد مشكله فد ما ادري هذا السلطان هذا وما يدرى ايش يسوي هذا فكتبهم كلهم خلاهم البكرين سواهم على اساس شيء شوف شوف حسن الجوار شوف تصرفاتنا احنا صارت حروب بين مناوشات بين العثمانيين والصفويين فانهزم الصفويين رجعوا الى ايران العثمانيين طبوا رد الجميل شنو صار؟ هذا المختار ابن المنطقه أول شخص أعدم من قبل الشيعة وقتل وصارت مجزرة تجاه الشيعة مجزرة عظيمة مجزرة عظيمة تجاه الشيعة وطبعا أنا متأكد متأكد ما يعني ما يعني ما ما عندي مصدر بس أنا يعني أتصور وجهة نظري هذه بأنه الذين وشوا بهذا الرجل الذي أنقذ البكرين هم ذولا اللي أنقذهم لأن هو طبعا ذولا بعض البكرين للأسف طبعا طبعهم خيانيين يحبون الخيانة طبعا مثل ما أبوهم أبو بكر ويزيد ومعاويه وعمر وعائشه خانوا رسول الله صلى الله عليه واله، هؤلاء يخونون، طبعهم الخيانه يعني هو الخيانه بيهم تجرب دمهم للاسف الشديد، فيقول لك احنا نشر شيء صدم يا ريت انتشرت شي عندكم، يصير امان ومشاكل ما تصير، دواعش ما يطبون، شفتوا القرى الشيعيه البسيطه قريه امر لي والقرى التركمانيه يعني تلعفر حوصرت المساكين ذول اهل تلعفر وقتلوا وشردوا هاي من زمن السقوط حتى هذه اللحظه قدموا الكثير من قتل اهل تلعفر يعني ماكو عائله الا بها واحد منهم مستشهد اقل شيء واحد منهم مستشهد قتل على يد هاي الشرذمه الفاسده من ذول البعثيين والدواعش والقاعده والنواصب فاهالي امر لذول عوائل شيعيه شوفوا صار مثل الموصل صار مثل الفلوجه صار مثل الرمادي لا اجوا نساء ورجالا واطفالا وشيوخا كلهم هبه وهبه وحده وقفوا وحاربوا وقاتلوا الى ان ردوهم للدواعش بس الموصل تلقوهم خلينا نصير صريحين احنا خلينا نصير يعني اكو كم شريف من اهل الموصل بس للاسف كان اكو حواضن كان اكو تنسيق الفلوجه ايضا معظم السيارات الفخره كانت تجي من الفلوجه الرمادي نفس الشيء كل ذني المدن ذني البكريه ذني كلهم هم تلقوهم للدواعش، يقول لك اه احنا نريد نخلص من دولة الشيعه الرافضه، يا اخي الشيعه يعني ايش سووا لكم؟ لم يعملوا اي شيء غير الاحسان اليكم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لماذا هذا التجني؟ لماذا هذا الاجرام؟ يعني سيارات بس تجني، اجرام بحق الشيعه وقتل وارهاب ولا زال الارهاب مستمر. لا زال الارهاب مستمر. على كل فالدواعش الان وقعوا في مازق الدواعش العراقيين هذول قاموا قاموا يسبون احنا الشيعه يقولون تسوون تقيهم وما تقاموا يشتغلون بالتقي زينوا ولا وشواربهم موس كلهم او مثلا ما زين لحيته بحجه بانه يا الدواعش جبروني على هذا الشيء وقاعد يطب بين النازحين انا اريد اقول عباره يعني اخوتنا المشاهدين الكرام وأطلب من جنودنا في الحج الشعبي أقول ارحموا النازحين ارحموا النازحين ولكن في نفس الوقت احذروهم هذا كمثل الصور الروسي يقول لا بس لو صادقت ذئبا ولكن ليكن فأسك معك دير بالكم منهم لأن ذول يطبون بيناتهم دواعش مثل ما شفنا دواعش بكربلة توصلوا وذول يطبون بياناتهم ويجون هسه هسه لو مثلا يجي يقول لك انا اجي ابشر بالفكر البكري مالتهم ويجي يحكي الناس يقولون تعال صيروا بكريين تعال تفضل ما ما عندنا مانع تعال اقعد ووزع كتب مال البخاري ومسلم شو تريد توزع وزع ما عندنا مانع تفضل بس ما نجي يفجر ويفخخ ويقتل لا 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 ما لك حق ما لك حق ما لك حق هذا هنا أنا لازم يوقفوا عد حده هذا يجي يقعد ينظم له جماعة ويسوي له عصابة ومجرمين وقتلة في المدن المقدسة لمن ينزح ويقعد يفجر بين الناس الأبرياء لا لا هذا يجب أن يوقف كل داعشي وكل من شارك داعش وكل من أيد داعش ها هذولا لازم يحاسبون فردا 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 لازم تلزمون تتحققون وياهم وتشوفوهم عد مو يجي لك يا يقول لك انا عائله نازحه واحنا مساكين واحنا ما اعرف ايش وهذه ويجي لك فد واحد يتمسكن لك ويكذب عليك هو كان ذاك اليوم ويا داعش ويذبح ابنائنا واخوتنا ولو تمكن منا ها لقتلنا وهي هاي المشكله هو هذا هسه ما متمكن شافك وقوه عظيمه جايه جنود ما يقارب عشرات الالاف من الجنود جايين محاصرين مدينه فيها مليون شغل وجايين بقوة عسكرية وغطاء جوي من قبل دول التحالف ومسيطرين يعني النصر الواصل هو النصر اكو اصلا غير مسبوق وغير متوقع حتى الدول الاوروبية ما كانت متوقعة هذا التقدم للقوات العراقية في مدينة الموصل. ف النازحين هذول المجرمين لازم واحد يعرفهم يعني يعرفهم واحد واحد واطلب من اهل الموصل اي شريف من اهل الموصل اللي كان يغار على عرضه واللي على وطنه خلي يبلغ عن هؤلاء مو بحجه هذا جيراني لو اخويا لو ابن عمي وما يبلغ عنه لان هذا ذيب هذا احذر الذيب وباشر عقبه يفسد عليك يخرب عليك عيشتك باشر عقبه هذا يخرب عليك عيشتك بلغ عنه لينال جزاءه العادل لينال جزاءه العادل هذا اللي اطلبه من اهل الموصل وكل شريف من اهل الموصل يعني اتمنى يكونون بيهم ناس شريفين معتدلين وذول يجون يبلغوني يقولون يا بتعال هذا داعش جاري كان داعش وهذا فلان يعني اي واحد شخص يعني بحق مو انا مثارات ومشاكل على كل هسه ذولا شنو خوفهم يعني دائما يقول لك احنا خوفنا من المد الشيعي يعني الآن قلت قلت وهسه مره اخرى المد الشيعي قادم شئتم ام ابيتم الناس تواجه حقائق والتشيع يزدادون يوم بعد يوم والناس بعد هسه المتشيعين خليني اقول لك شغله يعني العراق الان قريب من التشيع الذين بعيدين من التشيع ايش تكون؟ بعيدين من يعني البؤر الشيعيه او المراكز الشيعيه او المنابع الشيعيه ديش تكون؟ يعني دا تكون شو نسوي لكم يعني هذا ذاك هذا التقرير الخبري اللي صدر من فدك الاخباريه يعني شفتوا شلون يبكون البكريين يا الشيعة شوفوا ذول ايش يسوون التشيع دا ينتشر، نشاهد هذا الفيديو سويه لكي يعلم البكريين بان التشيع قادم على قدم وساق، عليكم بالتفكير بمواجهه التشيع لا بالدماء بل بالعقل والمنطق، نشاهد هذا الفيديو سويه. قد كشروا عن انيابهم في حسينياتهم في القيروان وفي جابس وبالجنوب التونسي وبداوا يعدون وبداوا يعدون ويسبون الصحابه علنا يسبون الصحابه علنا وقد بينا لهذا وقد قلت بيتا في اللقاء فأت للمتنبي وهذا هو يعني محله لو كان سهم واحد لاتقيته ولكن سهم وثان وثالث وحرب يدير رحاها ألف قيصر وكسر وألف مدير للمدير مدير نعم والله أصبح ممن نعرفهم الآن الآن بعد الثورة يسبون علنا ولا يستحيون أبو بكر وعمر البعض منهم كان قبل أشهر أو شهور أو سنة أو سنتين يقول رضي الله عن أبي بكر وعمر الآن من التونسيين بسبب هؤلاء الشيعة اصبحوا يسبون ويلعنون وانا كنت ساكتا ما احب ان اتعرض في المنبر الى فئه او جماعه او ما شاكل ذلك ولكن ان يتعلق الامر باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يصير الكلام على سيدنا ابي بكر تهمه ان يصير الكلام على سيدنا ابي بكر جريمه أن يدب في نفوس البعض منا التشكيك في هؤلاء العظام يلعن الصحابة ويكفروا الصحابة الكل إلا خمسة أو ستة صحابة علي وعباس والمقداد وكذا 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 البقية كل النار لكن هذا تفرج في شريط صغير فيديو كما نقول في فيسبوك الشيوخ نتاعهم بالحي وعاملين أنباي النفخات وعاملين خبزة مرطبات خبز بالأحمر ومكتوب عليها بالأبيض عائشة في النار والبلونات يكتب عليها عائشه في النار ونشيد ويغنيوا مع بعضهم عائشه في النار عائشه في النار ام المؤمنين عائشه في النار ويقصوا في الكعكه وياكلوا في الحلويات وفرحانين عائشه في النار ابو بكر وعمر جنت الطاغوت يلعنوهم والصحابه الكل ملعونين وما يعترفوا بحتى كتاب من كتبتهم لا صحيح البخاري لا صحيح مسلم لا كذا لا كذا انا داعي انا شيخ انا مهمتي ننقذ الناس وقلهم هذا حلال وهذا حرام الشيعة هذوما مجرمين والله اخطر من اليهود خاطر عندهم لحية وعاملين روح يصلي والحسن والحسين وإلى البيت هذوما اذا تمكنوا في البلاد سرطان سرطان يقضي على اخر الوليانس والله يجي هذا لم في تونس واحد واحد مجرمين قتل او باش لعنهم الله هذا الفزع لا يقرؤه العقلاء إلا هذه القراءة أنكم على باطل وتخافون ينظرون إلى التشيع نظر التيوس إلى شفار الجازري اختاروا هذا الطريق اختاروا أن يتولوا العترة الطاهرة عليهم السلام وأن يبرأوا من أعداء العترة وأن يقوموا دينهم ما شأنك بهم إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر رسول الله ما كان يجبر أحدا على دينه تأتي أنت تجبر الآخرين على دينك وعلى مذهبك الزائف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى نعم كما قال الشيخ الحبيب دام الله ينظرون إلى التشيع نظر التيوس إلى شفار الجازري يا أخي شنو هالخوف هالرعب اللي عندكم من الشيعة يعني صحيح مجرمين قتل هذا واحد من دعاة بكر احنا المجرمين من اللي يذبح الناس يا 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 تيس من من يذبح الناس من اللي يحرق الناس احياء من الذي احرق الناس احياء في العراق وفي سوريا وفي كل بقاع العالم من 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 يئن العالم الان من الشيعة ام منكم من داعش والقاعدة من من يشتكي العالم من هم الارهابيين الان في العالم تعال خلينا نسجل يمنا سجل, سجل وياي سجل اسمع يا بكري يا يا مغيب عن الحقيقه، يا مسكين، يا مغفل. ماذا عدد سوى خلينا نعدد المنظمات الارهابيه الان موجوده حاليا. سجل القاعده داعش، جبهه النصره اللي غيروا اسم موسى احرار الشام ما اعرف شو يسمون نفسهم بوكو حرام، ابو سياف، بعد شو تريد اعيد لكم؟ اعدد لكم حتى تا. مال جيش المقدس، انصار الصحابه، شو. اوه كل هذه منظماتكم الارهابيه. ماكو ما مكان بالعالم ما بارهابيين منكم ومجرمين وقتل، كل مكان انتم موجودين به واحنا موجودين به ما تعرفون تعيشون ويانا، يعني. الا قتل وارهاب وذبح. ما تعرفون تعيشون ويانا، يعني. ما تقبلون الاخر انتم، هو هذا طبعكم، ما تقبلون الاخر، رسول الله صلى الله عليه واله، هذا هل هذا الذي امر به؟ هذا هو يعني هيك قال رسول الله صلى الله عليه واله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تعايش مع الكل مع الكفار مع النصارى مع اليهود تعايشوا وياهم عائش وياهم لما نعد قعدوا يريدون يذون رادوا يسوون عليه حرب هم وفتعلوا حاربهم اليهود عد ذاك الوقت حاربهم والا وهم حتى في حربه كان رحمه عليهم مو مثل ما يقول الخميني بانه قتل 700 يهودي لا 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 حتى في حربه كان رحمه عليهم حاربهم اسرهم قتل أبطالهم ذول بغاتهم وحينما أسرهم تزوج مع رئيس قبيلتهم قبيلة اليهود في نفس اليوم الحرب بعد انتصار الرسول صلى الله عليه وآله فذولا قالوا المسلمين العرب قالوا ذولا أسرناهم ذولا واخذناهم عبيد شلون ذولا يصير يعني ذولا صاروا أصهار رسول الله صلى الله عليه فأطلقوهم لوجه الله قالوا تروحوا يلا تحران لوجه الله كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى في حربه كان كان رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله تم رسول الله صلى الله عليه وآله ما غير بس القتل طبيتوا على اليزيديين ايش سويتوا بهم؟ سبيتوا نسوانهم وديتوهم سويتوهم سبايا وبعتوهم بالاسواق واغتصبتوا النساء وطبعا حد الذي يغتصب المراه الحره في الاسلام هو ماذا؟ هو يقتل. حتى لو كان محصن غير محصن ماكو ما هذا الشيء. يقتل هذا ما ورد عندنا من اهل البيت سلام الله عليهم. ايش قد اغتصبتوا النساء؟ وتأليكم شو طبعا لابس ملابس نسائيه هذا اللي كان الفيديو المشهور بانه اليوم يوم سوق الجواري اليوم يوم يوم توزيع الغنم توزيع الجواري اللي عنده جارية انا اشتريها بثلاث ورقات يتعاملون بالدولارات شوف سبحان الله الجواري عندهم بالدولارات مو بالدينار العراقي يتعاملون يلا انا يعني بثلاث اوراق اللي يريد يلا بيش الجاريه وانا اشتريها اللي عنده جاريه وتعاملون بالدولار ويحجون وهذه تاليكم شو هو هذا اللي صاحب سوق الجواري هو واللي حيته كان مزين لحيته موس ولابس ملابس نسائيه هذا ابو سوق الجواري مستفحل عن النساء ها نس... ناس عزل دخلوا عليهم مدينه ناس عزل لا محاربيكم لا مسوي لكم شيء لا لكم لا لهم علاقه بكم كم شو نسوانهم ما عدا اللي سووه بالاهالينا في الموصل من الش... الشيعة الشبك والتركمان وغيرهم من الشيعة كتبوا كان كتبوا... كتبون راء على البيوت رافضة يعني نون نصراني واخذوا بيته واخذوا اراضه واللي قدر يشرد شرد واللي ما شرد قتلوه وراح وانتهى هذا انتم مجتمعكم يا ايها البكريين فافهموا الفرق بيننا وبينكم وكافي تصارخ كافي تصارخ طبعا دائما تقول احنا نخاف من ازمه وتصير ازمه وما اعرف ايش انا قرات البارحه اقرا لكم اياها مره اخرى بان وزاره الهجره والمهاجرين تعلن عن اطلاق منحه 250000 الف دينار للوجبه السابعه والثامنه ويمكن استلامها ابتداء من اليوم يعني البارحه هذا قرات الخبر او البارحه عن طريق البطاقه الذكيه ومخلين اسماء أه يعني انا شفته تقريبا ما يقارب ال أه 500 صفحه، كل صفحه بها 45 اسم، يعني 22500 هذول النازحين، كل عائله خلينا نقول كل عائله يقدمون 250000 دينار، 250000 دينار شهريا هذا ما يقارب مليار دولار بيصرفون عليكم الحكومه من غير مخيمات والاكل اللي راح يجيب لكم اياه، والماي والملابس و وإلى آخره. كل من من هذا؟ من نفط ابن الخايب المسكين ابن الجنوب اللي جاي ده يقاتل ويحارب التو لانه بعتوا شرفكم ما ما حاربتوا يا ابناء الموصل، هذا اقول لكم بصراحه ولا تزعلوا مني. اللي ما قاوموا من ابناء الموصل واللي هربوا للاسف الشديد واللي لا يعني قعدوا سكتوا وقالوا اي الله احسن من ذول الشيعه خلي يجون ذول يحكمونا ولما كانت تمر الارتال العسكريه العراقيه كان يضربون بالحجار ويطردون ما نريدكم التو يا شيعة يا روافض تشي صيحون على حد اصطلاحهم يا شيعة يا روافض وضربوهم ويأذوهم هذولا كان يحموكم ها تالي خذلتوهم انتم ما قاومتوا تلقيتوهم بالاحضان شفنا الافراح مالتكم خابر واحد هنا أنا اول بدايه سقوط الموصل قبل سنتين قال الحمد لله والشكر عندي خابر من موصل مرتاحين ومتونسين احنا وكل الزين الوضع والحمد لله شكر خلصنا منكم التشيعة قلت له يلا هنيئا لك يلا سبعت نسوانك قطيتهم جهاد نكاح جان قال لي ايه اي متونسين ومرتاحين يلا قلت ريحوك يعني ريحوا بناتك الدواعش قول ايه ايش يعني شحكي هذا شحشو يا هذا يتشخص شخص شحكوا يا هسه يقعدون يبكون يلا تخلصون الدواعش وكو بعض بياناتهم للاسف الشديد ناس لا زالت ترغب في بداعش ببقاء داعش لولا الفلوس والوضعيه يعني كانت مو زينه كان ما عندهم مانع يبقوهم بس الحمد لله والشكر تبين للكل بانه الفئه البكريه فئه جبانه ماكو لا قتال ولا هم يحزنون ما عندهم رجوله نهائيا كلهم حالهم كحال جدهم عمر بن الخطاب لما ويا جماعه يستسبع طبوا على الزهراء ضربوها سلام الله يا الزهراء ولعنت الله على عمر هذا عمر بن الخطاب بس لما واحده شرد معركه احد قال آآ آآ رايتني على الجبال اقفز كانني اروى مضمون كلام عمر جاي قموس كانه انثى الوعل كأنه تيس يقفز على الجبال هذا عمر بن الخطاب هذا عمر بن الخطاب وهذا جماعة عمر الخطاب التقدم لا زال مستمر والنصر لا زال مستمر وسيأتي النصر رغما عن أنوفكم يا أيها البكريين الذين تتباكون الآن على انتصارات الجيش العراقي ودائما يصورون حج الشعبي سوف ينتقم وإحنا نخاف من عمليات انتقامية يا أخي ليش ننتقم لحظة ليش يعني فهمني أنت شنو الغرض من الانتقام إحنا جايين نخلصكم جايين ننتقم منكم انت خايف من شيء ظهر عندك فتشي اللي خايف يعني هو مثل ما احنا نقول مثل عندنا بالعراقي اللي بعبه صخري معمع ف اللي خا... اللي, اللي عنده فتشي ها يخاف واللي ما عنده شيء ما يخاف يقول لك ما عندي ما سويت شيء يعني اعمال انتقاميه ليش ننتقم منكم؟ ايش عندنا وياكم؟ ايش عندنا وياكم؟ الا ان تكون مجرما حالك كحال كل داعشي والداعشي هذا مجرم هذا يجب ان يحاسب ويعاقب وينال جزاء العادل ايا كان وطبعا انا ارد اقول لل... لاخوتنا في الحج الشعبي اياكم ثم اياكم ان تسلموا هؤلاء الارهابيين للحكومه المركزيه، بعدين طلعوهم بعفو عام مثل ما صار قبل كم يوم قالوا يا بقى اي ارهابي شرع في مشروع ارهابي وما سوى هذا الارهاب انطلع بالعفو العام، واحد جاي حاط حزام ناس برا... ناس فرادي فجر يفجر نفسه بالسوق ولزموه الشرطه يطلعوه بالعفو العام، واحد يفخخ سياره وما فجر السياره لزموه تشاتر عليه لزموه انطلع بالعفو العام حتى يفخخها السياره مره ثانيه. فا او يطلع يعني مدرب هذول مو بالسجون يلتقون ويتدربون مثل ما ابو بكر بغدادي مو كان بسجن بوكا مو كان هناك موجود تالي طلعوه للاسف الشديد طلع صار ابو بكر بغدادي لو بذاك الوقت كان باقي بالسجن هسه كان ما صارت لنا هاي المشكله اي ارهابي متواجد وعنده هاي الافكار البكريه لا يخرج من السجن الا بعد استتابته وهم بانه يشوفوه بانه صدق يعني صار انسان صالح لو لا ولا يصح البكري الا بطلاحه لازم يكون سكير عربيد خمير حتى يصل خوش والا اذا كان يصلي ركعتين هذا الله يستر منه ف اريد من اخوتنا المجاهدين الابطال بانه كل داعش فيكم شو لا ما يسلمون الحكم المركزي يحاكم محاكمه عادله ميدانيه وإذا كان بريء يطلق صراحه اذا كان مجرم لا يعاقب يعاقب او مشاركا او اي شيء كان لا يعاقب، لا يجي واحد يقول انا كرهت على هذا الامر وانا جرجروني قوه قوه وانا قشمروني وانا ضحكوا علي، لا لا هي مبينه، داعش مبينه معروفه، داعش شنو جايين؟ شلت مجرمين شنو يعني؟ وانت شلت سلاحك ويا داعش حتى شنو يعني؟ حتى جاي تصيد عصافير؟ جاي تقتل. ولو شن جاي ويا داعشكم شو حاصرتوا مدينه شيعيه او مدينه نصرانيه وياك كان قتلتم الرجال وسبيتم النساء وانت كنت وياهم. هذا اللي يقول اني غر بي ما ادري شنو يعني وقت الغنيمه لا ما تقول غر بي انا وياكم ويا الدوله الاسلاميه تقول انت شو تحكي بس لما نشوف لا والله دا يخسرون تبدي تقول لك لا ها نا مثل جدكم عمل الخطاب بس اكو مساله التصريحات اللي دا تصير بهالايام هذه والله غريب ما امرها يعني بان انا قرات قبل شويه بالاخبار بانه اكد ضابط امريكي ان بعض قاده التنظيم الذي يقدر عدد مسلحيه داخل مدينه الموصل بين 5000 و 6000 شخص غادروا من دون ان يحدد وجهتهم الا ان العديد من المؤشرات تؤكد انتقالهم الى سوريا زين انتم يا القاده الامريكيين الضباط الامريكيين تعرفون بان هناك قاده ميدانيين من داعش هربوا زين شلون وصلتكم المعلومة الاستخباراتيه وما حددتوا وين متجهين زين ليش ما تحددون هاي المعلومات الاستخباريه حتى نحصل ونلقي القبض عليهم؟ يعني الحكومه المركزيه العراقيه لازم تستوضح من الامريكان، تعال عندكم تواطؤ ويا انتم متعمدين تمريرهم؟ زين انتم عندكم غطاء جوي، ترى شفتوا واحد من شفتوا واحد من قاده داعش ده يهرب من مدينه الموصل متجه الى سوريا والرقه والحسكه، هناك غير تجون صفو او تدزون اخباريه للجيش العراقي حتى يقتحمون هاي السيارات ويلزمون دول القاده مو هذا يروح هناك غير مكان ويخبث بعدين دول القاده الدواعش اللي موجودين هذا يجوز بعدين يتسرب ويا ويا النازحين ويغير اسمه ورسمه ويتجه وتلقاه بعد كم باوروبا متواجد او بامريكا يمك شو تسوي بذيك اللحظه؟ شو سووا بذيك اللحظه؟ ابن دونالد ترامب حكى حش حكايه يعني حكاية هم انتقدوه هواي بس حكايته كانت مضبوطه الرجال. قال اذا جاب لك واحد هيك اه قبضه مجموعه شوكولاته يعني هاي الحلويات الصغار ذني شو اسمه سمارتيز ما ادري شو اسمه والله. يا صور سمارتيز، جاب لك هيك قبضه سمارتيز خلاها قدامك، كلك ذني بين ذني 100 حبه بس ثلاثه بيهن مسمومات، تاكل منهن لو لا، تجاسف بحياتك لو لا، شو طبيعي كلهن ذبن ها هو بحجه اللاجئين قال لا قالوا لا انت مالك حق تسوي وشلون تحكي من يقول ذول من دول اللاجئين دول يعني احنا نطرد ذول 100 شخص عم ثلاثه مسمومين هو الرجال حكايته مضبوطه يعني تعال واحد يقدم لك ثلاثه من المسمومات تاكل من هنا اذا كنت شخص عاقل لو لا ما تاكل من هنا زين ذولا اللي الان يتسربون مع النازحين وبعضهم دواعش ذولا بعدين شنو مصيرهم ذولا يعني انتم لازم من الاول يعني اذا عندكم معلومات استخباريه تقدموها لنا حتى ذول ننقل القبض عليهم باش ما يخربون بلدنا وما يخربون بلادكم. لازم يعني للاسف الشديد انا طالبت ولا زالت اطالب بانه الحج الشعبي وان ان يكون للحج الشعبي هناك مبلغين امميين، مراسلين امميين يذهبون الى كل دول العالم ويقولون نحن هكذا نحن المسلمين الحقيقيين وهؤلاء هم داخلين على الاسلام. يجب علينا أن نحارب أبو بكر وعمر إلى آخر لحظة إلى آخر لحظة حتى القضاء عليه محاربة كتاب البخاري محاربة صحيح مسلم محاربة مسند أحمد بن حنبل هذه الكتب ابن تيمية المذهب الوهابي الصنة الدين الوهابية يجب أن تحارب كما يحارب ال... كما تحارب النازية الآن كما تحارب النازية شو النازية حاربوا يجب أن يحارب المذهب الوهابي كما يحارب تحارب النازية لأن هذا الدين يعني كله قتل وجريمة وسفك دماء حتى وين كان متواجدا في, في ما يسمى بالسعودية وهذول سوين يعني علمنة الدين مالتهم في الطريقة يعني متناغمة مع التصور الغربي ولكن مع ذلك يبقى الوهابي فرد إرهابي فرد إرهابي حتى لو تصور نفسه بينه معتدلاً فعلى كل انا دا اقول بانه انتم بدل ما مت... تقولون ذي المعلومات الاستخباراتيه للصحفيين وتحكون بانه احنا شفنا قاده داعش دي يشردون وهذه لا اعطوها ذي المعلومات الاستخباراتيه المن للجيش العراقي والحج الشعبي وراح وقولوا لهم دول وين متجهين وين واصلين وين راحوا وين وصلوا هم يقومون بما يلائم ولازم القيادات التل... القيادات العراقيه قيادات الحج الشعبي طالب هذا تعالوا تعرفت... تشوفوا قياده داعش دي يشردون قولوا لنا وين دي يشردون قولوا لنا وين يروحون وين شفتوهم خلينا نلاحقهم نكون مش هم القبض عليهم نجي ناخذ منهم معلومات يفيدونا ذولا لان ذولا القيادات المال الارهابيين عندهم معلومات في عفون اماكن العبوات الناسفه اماكن الخطر سياراتهم مفخخه شنو خططهم فاذا فشيت خططهم واحد يعني الضحايا راح تقل او انتم تريدون لا احنا نقدم ضحايا نبقى سيل الدماء يمشي اللي يكون هيك زين وايضا اعلن الناطق باسم التحالف الدولي الجنرال الامريكي غاري فولسكي ان قاده داعش يغادرون الموصل واضاف نقول لعناصر التنظيم ان قادته يتخلون عنهم ونرى ونرى حركه خروجهم من من المدينه يعني شوف هو يقول ده نشوف يقول نقول لعناصر التنظيم يا بتر قادتكم تخلوا عنكم كلهم شردوا وهاي للعلم اقول لكم مساله بأن العراقيين متواجدين بين الدواعش دول شردوا كلهم بقوا منهم بقوا بس الأجهاب لانهم ما يقدرون يشردون ذولا ما يقدرون يتماهون مع النازحين فذول بقوا ذول الوحيدين يقاتلون الافغاني والشيشاني واللي جاي من اوروبا واللي جاي من باكستان وذولا هذول بقوا ذولا ذول لازم يقاتل يعني لاخر لحظه لانه هذا اذا سلم نفسه يعني انكشف مو عراقي هذا وتجاي شنو جاي للموصل سياحه يعني شكوا بالموصل تجاي ايش عندك حتما جاي جهاد النكاح تقتل بينا فانت فيلقون القبض عليه على كل هسه دا يقولون لهم ذول عناصر التنظيم داعش يقول احنا جاحش دا يقول هسه هو داعش جاحش نفس الشيء يقول نقول عناصر التنظيم ان قادته يتخلون عنه يتخلون عنهم ونرى حركه خروجهم من المدينه وتسأل الى اين يذهبون زين انت تشوف حركه خروجهم من المدينه تسأل الى اين تذهبون عدوان انت تشوفهم وين دا يخرجون وترك الإجابة إلى فرق الاستهداف لتهتم بالأمر وأشار إلى أن هروب الأجانب أصعب لامتزاجهم مع المدنيين ونتوقع أن يقاتلوا وحدهم مؤكدا أن لدى القوات العراقية الزخم والقوة لاستعادة الموصل وسنساعدها في هذه المهمة داعش ما دا يستخدم أي أسلوب دا يستخدم بالعراق أسلوب الـ 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 شو أنا أقول اسلوب البعث صدام لما طبع الكويت انسحب من الكويت حرق ابار النفط داعش طب كان مستحيل قريتي الحود ولزاق عفوا اي الحود ولزاق وهذه كا والتي كانت التنظيم يتخذها معقلين مهمين بعد خسارته مدينه القياره القريتان وفقا لمصادر من عمليات نينوى تضم 12 بئرا نفطيا أشعل التنظيم النيران في عدد كبير منها لكن الفرق المختصة من أبناء العراق أخمدتها بعد أن فرضت القوات سيطرتها على تسع منها لتبقى ثلاثة آبار تحت قبضة داعش هذول آبار نفطية تحت قبضة داعش لا زالت متواجدة تحت قبضة داعش وهذا النفط اللي كان يصدره إلى تركيا واللي وصل أوروبا أيضا هذا النفط الداعشي وكان يبيعوه بأبخس الأثمان وتركيا كانت تشتري وتبيعه بأسعار غالية للأسف الشديد إحنا نفتح باب اتصالات بإمكان السادة المشاهدين الكرام ان يتصلوا على ارقام الهواتف التاليه الموجوده اسفل الشاشه رجاء ان ي... ان تكون مشاركتكم في الموضوع بنفسه يعني مو يجيني واحد يحكي لي بغير موضوع فاحنا موضوعنا حول تحرير الموصل تحرير الموصل ان شاء الله سوف يكون قريبا عاجلا ومع ذلك انا اقول اخوتي المشاهدين الكرام تحرير الموصل آه هو ليس حلا للحكومه العراقيه طبعا حاليا نحن لا لا نزال نقول بان الحل الوحيد للازمه العراقيه الان هو الدوله الامنيه، الدوله الامنيه هي من سيفرض الامن والامان، ترى هذول الدواعش هم اذا ما لاخر لحظه يبقون تهديد مصدر تهديد، طبعا سمحت الشيخ الحبيب له تصريح في هذا الشان وقد ظهر على موقع القطره اخي المخرج لو طلع الرابط من موقع القطره حتى يشوفوا الاخوان المشاهدين ويطلعون على آه اخر مستجدات من موقع القطره الجديد اللي للاسف يعني كثير من المشاهدين افتقدوا موقع القطره بسبب انه صار تجديد وتغيرت امور كثيره فموقع القطر تحسن كثيرا فلو تخليه اسفل الشاشه بارك الله بك شكرا جزيلا آه هذا البارحه في بتاريخ 19 اكتوبر سمحت الشيخ الحبيب كان له تصريحا حول الموضوع الذي جرى في الموصل وعبر عن قلقه الخبر يقول هكذا الشيخ الحبيب يعبر عن القلق من هروب امن لعناصر داعش ويدعو الى تعقبهم خارج الحدود طبعا هذا الامريكان دا يقولون عناصر داعش يهربون الى سوريا وضر طبعا اذا شدوا الى سوريا راح يرجعون يستقون ويرجعوا مره اخرى الى العراق ليجب مطاردتهم ما دامهم تعبانين ملاحقتهم من آخر لحظه يقول الشيخ الحبيب عبر الشيخ الحبيب هذا موقع القطر عفوا يقول عبر الشيخ الحبيب عن قلقه من هروب محتمل امن لعناصر التنظيم البكر الارهابي المعروف باسم داعش مع استمرار عمليه تحرير الموصل وجدد الشيخ التوصيه بضروره تعقب الارهابيين اينما فروا ولو باجتياز الحدود العراقية السورية حتى لو اجتياز العراقية التركية هماتين هم وذلك حتى لا يعودون لا يعيدون تجميع انفسهم من جديد مطالبا القوات العراقيه المشتركه بعدم التوقف عن العمليات الحربيه حتى بعد تحرير الموصل ناصحا بادامه زخم الانتصار ومد رقعه العمليات الى كل نقطه يمكن ان يفر اليها الارهابيون حتى تستاصل شافتهم كليه جدير بالذكر ان الشيخ الحبيب سبق وان اوصى المجاهدين الذين يقاتلون الارهاب بان يحملوا معهم شيئا من التربه المقدسه لسيد الشهداء عليه الصلاه والسلام في سوح القتال مع قراءه سوره التوحيد الاخلاص يعني قل هو الله احد سته مرات وقراءه دعاء الاعتصام وذلك حتى يكونوا في امن وحمى وحمى من الله سبحانه وتعالى. أه وانا اطلب من الاخوه المجاهدين بانه يعملوا بتوصيات أه سماحه الشيخ الحبيب يعني قلت لكم الشيخ الحبيب يقول بانه أه عليكم بمطارده هؤلاء الى اخر معقل لهم الى اخر مكان الى ابعد الحدود حتى لو وصلوا للصين تلحقوهم لهناك لان ذولا يصيروا مصدر تهديد مو الحدود العراقيه وبعدين تقولون هذه اتفاقات دوليه وما اعرف ايش ماكو اتفاقات دوليه تحت غطاء اممي مثل ما جورج بوشون جاء حتى الامم المتحده مضربها أه برجله قال له انا يعني تعال مهدد بلد مهدد من قبل ذول الارهابيين تنظيم القاعده الارهابي فبما انه أني يعني مهدد فاحارب يعني كل مكان. فأجوا وحتى العراق وتعالى على افغانستان وسوى هو جورج بوش. ايضا نحن يعني مهددين من هؤلاء هذه الزمره الفاسده زمره داعش فيجب مطاردتهم. ووصى الشيخ الحبيب بانه يحمل معهم شيء من التربه المقدسه سيد الشهداء. شيل شويه تراب تراب كربله وياكم. شيلوا بجيوبكم تراب كربله هذا للحفظ زين ومسوح القتال ان شاء الله تربه كربله حتى الشهيد اللي يكون يعني على صدره تراب كربله هذا بعد هنيئا له شايل تراب كربله وياه وايضا قراءه سوره التوحيد سوره قل هو الله احد ست مرات ست مرات قراءة قل هو الله احد هاي نصيحه المجاهدين الكرام الابطال وقراءه دعاء الاعتصام هذه الامور يوصي بها سماحة الشيخ الحبيب إن شاء الله الله يحفظ جنودنا ويردهم سالمين غانمين إلى بلدانهم منتصرين منتصرين بنداء لبيك يا حسين يا ريت هذا النداء يكرر لبيك يا حسين في هذه أيام أيام محرم الحرام وأيام الأحزان على الإمام الحسين في هذه الأيام سوف ينتصر إن شاء الله الشيعة الأبطال الشيعة الرافضة الأماجد هؤلاء الذين سطروا بدمائهم أروع الملاحم اروع القصص للتاريخ احنا ماكو مثلنا احنا الشيعة انا افتخر بكوني شيعي انا افتخر و... يعني فخر لا يضاهيه فخر لاني رافضي اني أنا محب للإمام الحسين عليه السلام ذلك الشخص البطل الذي قاتل وقاتل مع أنه عنده هو كم شخص عنده 72 73 شخص عشرات الأشخاص حفنة من الرجال قاتلوا إلى آخر لحظة مقابل جيوش بالآلاف أنا محب لأمير المؤمنين ومتبع له هذا البطل المغوار علي بن ابي طالب منو بعد قده علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب حتى انه يقال بانه كان الذي عند العرب من العار ان يهرب شخص من المعركه عندهم عار يعني واحد في معركه يهرب دائما يضحكون عليه يقول لك شنو شردت قدام واحد ما عاد علي بن ابي طالب يقول لك الذي يفر من سيفه كان يقول لك انا قاتلت علي بن ابي طالب نجيت من سيافه نجيت من سيافه علي بن ابي طالب اني متبع لهذا الشخص اني اني الشيعي الرافضي الذي لا زال يحارب من أجل عقيدته ولا زال يقدم الدماء ومع ذلك بقيت عقيدته صامدة وبقي دينه صامدا حتى هذه اللحظة يعني تخيلوا لو تشوفون على مدى 1400 سنة مدى الاضطهاد والقتل الذي جرى على الشيعة ومع ذلك الشيعة موجودين حتى هذه اللحظة ترى يعني معجزة هذه معجزة أنا من أبناء هؤلاء أنا من هؤلاء ولي الفخر كل الفخر وانتم يا شيعه يا رافضه لكم الحق أنت تتفاخروا، انتم مو مثل البكرين اللي صارت عندهم دول والدول ظلام وعدهم فلوس وامكانيات وامور تاليه شنو تالي انقرضوا وراحوا ايش قد صارت فرق وذن يتسهم ما قرضون يرحون على كل فاحنا الشيعة الرافضة لنا النصر ولا الفخر ولا المجد وسيبقى هذا لنا رغم التضحيات رغم الجرائم التي تجري تجاهنا وشفتوا يعني الجرائم التي جرت تجاه الشيعة طوال السنين الماضية من ارهاب وسيارات مفخخه وقتل تجاه شيعة ابرياء مساكين ما لهم علاقه اصلا، واحد بالسوق ده يسوق وفجروا بسياره مفخخه. واحد طابو بحسينيه قاعد يصلي ركعتين وفجروا بي حزام ناسف. دائما هذا ارهابهم وقتلهم. مع ذلك ظلينا مقاومين. ظلينا مقاومين احنا الى اخر لحظه. على كل اخوتنا المشاهدين الكرام سنستمر معكم احنا مع هذا البرنامج ان شاء الله وسيستمر البرنامج آه معكم ونستقبل اتصالاتكم على ارقام الهواتف التي هي اسفل الشاشه، نرجو منكم ان 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 تتصلوا على ارقام الهواتف اسفل الشاشه وان تكون مشاركاتكم يعني في خضم الموضوع وليس خارجا عن الموضوع. اخوتي المشاهدين الكرام. نعم. أنا يعني طبعا وصل تصريح من إبراهيم الجعفري في فرنسا تصريح لا بأس به يعني ولو هذا يعني تطلع من الفلتات بعض الأحيان يعني تصريحات جيدة سألوه عن الحج الشعبي قال احنا شلون هذا الحج الشعبي يخاف يقوم بعملية انتقامية إلى من الأمور فايش قال هو؟ قال لا قلق على الحج الشعبي، الحج الشعبي يقدم اليوم أبنائه من أجل تحرير الموصل صدق بالفعل، احنا نقدم أبنائنا من أجل تحرير الموصل. كل من يقول لكم أن الحج الشعبي يمارس جرائم أو قتل هذه أفكار غير صحيحة فليأتوا بدليل تعالوا تقولون يا بجي الحج الشعبي يقوم بجرائم وقتل ومطلعين كم فيديو مثلا قاتلهم كم واحد من ذو جماعة داعش ومصوريهم أبناء الحج الشعبي هذا ذول دواعش بس ما يقول لك يقتلون عوائل وينتقمون وما أعرف ما عندنا هذا الشيء يقول هذا الشيء ليس موجود الجميع ينضون تحت لواء القوات المسلحة العراقية الحج الشعبي فور انتهاء هذه الحالة الشاذة وهي حالة داعش وظهور داعش والاستثنائية سيعودون إلى مؤسسات الدولة ووظائفهم طبعا دول ابناء الحج الشعبي جلهم موظفين ترى بالدولة هذا اللي يشتغل بالبريد وذاك اللي يشتغل موظف وذاك اللي يشتغل بالكهرباء وذاك اللي يعني هواي بيهم موظفين فيرجع لوظيفته يعني هو مجرد سوى بدل الوظيفة بدا ما يقعد برا الميز مالته ويشتغل على الكمبيوتر يجي شال سلاحه وقد يقاتل استقبل اتصالاته او اتصال من من بغداد او اتصال من الاخ احمد سلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الصوت شوي عالي اخي المخرج شو استاذ فؤاد حبيبي اهلا وسهلا الله يسلمك استاذ فؤاد اذا اخذ تربح حسينيه واروح للفرن مال الصون ينطيني بالدولار عشر صمونات وربوع اقول لك احمد أنت كل مره تتصل هيك تقول انا اقول لك يعني جرب انت شيل تربه حسينيه وروح للفرن مال الصمون قول له عندي تربه من كربلاء المقدسه تعطيني بداله صمون شوف شو يقول لك هو التربه تربة المق... الحسين المقدسه ها تربه كربلاء مقدسه لا تباع بالاثمان يا احمد فانت يعني افتهم وخلي اقول لك قصه يا احمد شوف هذا تستهزئ انت بالتربه الحسينيه كان اكو شخص في زمن العباس كانت عنده امه او اخته او ما اعرف واحده من النساء كانت مريضه. فجابوا لها شيء من تربه كربلاء وخلوا لها بالماء وشربت هاي وشفيت. فاجى فد واحد ناصب قال للصاحب هذا الشيعي قال له اقول لك شنو صار؟ قال له والله احنا جبنا شيء من تربه كربلاء وهاي شربتها وصارت زينه، قال له عندك شيء من هاي التربه انا ما مريض، قال له اي مو مشكله. فطا خرزة من تربه كربلاء الطاهيه قال له فهذا من باب الاستهزاء وين خلاها؟ خلاها اجلكم الله واجل يعني اعتذر من المستمعين وضعها في دبره استهزاء بالتربه الحسينيه فصرخ في لحظته النار النار الحقوني النار النار وخرجت امعاءه من دبره في نفس اللحظه ومات مات لا تستهزئ بمعاجزة اهل البيت، فانت مو تجي تقول لي التربه الحسينيه لا اوديها لفرم ما الصمون شي طيني بيها، انا اقول لك روح جرب روح شيل تربه مال كربله، اقول لك تعال ضحكت على فاز فاز جوا بالتلفزيون، قلت له اعطيك تربه حسينيه شي طيني بيها ابو الفرم ما صمون، شوف شي يجاوبك هو ذيك اللحظه، شوف شي جاوبك روح الفد واحد شيعي ابو فرن صمون فرن خبز، قول له هاي عندي تربه حسينيه تفضل تفضل شو تريد هاي تطيني بها صمون ولا لا؟ شوف شي يعطيك شوف شو جاوبك بابا احنا الشيعه احنا رافضه ابناء علي بن ابي طالب ابناء الامام الحسن المجتبى كريم اهل البيت الذي خرج من ماله اكثر من مره امواله كلها طال الفقراء. جاي تخوفني يعني تضحك علي تربه الحسينيه شو تسوي لي؟ التربه الحسينيه مشهود لها بالحفظ والشفاء. تعال شوف اسال الشيعه شيعه محمد ايش قد ناس شافوا بالتربه الحسينيه؟ ومجربه هذا الامر مجرب وايضا للحفظ. فأنت بكيفك تستهزئ 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 لنفسك أنا عارفك أنت شمالة تتصل وتستهزئ وتسخر من ذلك الأمور فأنا عارفك الله يشافيك والله يهديك على كل فالحمد لله والشكر الحمد لله والشكر آه الإخوة المجاهدين الأبطال سيقدمون الانتصارات تلو الانتصارات وسيبقون رافعين الرؤوس وسوف يبقون شامخين بانتصاراتهم وأطلب من المجاهدين الأبطال أن يصبروا في الجهاد ويتصابروا فيما بينهم ويعزموا على ملاحقه ابناء داعش اينما كانوا مو يشردوا من تلعفر لا دير بالكم روح حاصروا تلعفر وكل الطرق المؤديه الى سوريا الحسكه والرقه وبقيه المدن السوريه اللي يتجهون اليها ومن شمال العراق ايضا يا ريت تحاصروهم حتى ما يهربون ذوول الدواعش لان ذوول يروحون يت... ويرجعون مره ثانيه. اخوتي المشاهدين الكرام هذا البث الطارئ أه نحن سوف ننهيه نعم آه، ناخذ اتصال علي من السويد السلام عليكم عليكم مرحبا اخي اهلا وسهلا <applause> حبيبي انا اريد اقول لل... لل... أن للي للي يقدم البرنامج انا ما احب اشوف هسه طلع واحد يتكلم على التربه الحسينيه عليه السلام اوكي انا عندي بنت هنا بالسويد انخلقت بدون قلب يعني قلبها ممرود اول وحده اول طفله زرعوا لها قلب بالسو... بالدول الاسكندنافيه نعم. وبعدين صار عندها مضاعفات وكذا فجبت لها تراب من الحسين عليه السلام, السلام عليكم فسبحت بعزه والاطباء كلهم عجزوا عن شفاء جسمها فمن سبحت وكملت برا يومين حتى الدكاتره تعجبوا قالوا شنو اللي طيت هي من دوا قلت لهم هالشكل وهالشكل انه هاي تربه من الحسين شفت البت وهذا اذا تحبون انه آه تتصلون بهذا الرقم بكره وتسمعون كلامها نعم نعم لا احنا مصدقين خب هاي مع عبد الحسين يعني احنا م... يعني ما راضي ايه. برهان يعني هذا ال... اللي الاخ احمد اللي يقول التربه الحسين اللي تشرف التربه الحسينيه يا حبيبي هاي اول مره انا اتصل نعم وان شاء الله اتصل بعدين هم مرات كثيره نعم نعم بالفعل نعم نعم بارك الله بكم شكرا جزيلا شكرا شكرا لا هو هذا انسان تافه يعني انا اقول لكم يا دائما يتكلم يتصل هو وكلامه تافه مثله فما اعرف يعني الله يشافيه والله يهديه ان شاء الله. فاخوتنا المشاهدين الكرام احنا نختم البرنامج في هذه اللحظه. وإن شاء الله نلتقي معكم مع نصر العراقيين الأشاوس مع نصر أبطال العراق الرافضة الأحرار على هؤلاء الدواعش ونتمنى من أبنائنا ملاحقتهم إلى آخر جحر يختبئون بها هؤلاء الدواعش ليس ملاحقتهم هم فحسب بل ملاحقة مموليهم ومؤيديهم أينما حلوا إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج الطارئ ونأمل أن نلتقي بكم ومعكم في برنامج آخر بعد انتصار قواتنا البطلة في الموصل وعلى الدواعش والقضاء عليهم إن شاء الله تعالى إلى ذلك الحين أستدعكم الله من هنا من أرضي فتك الصورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان